كنتسناو كتشعل ونار الوشتي غتشعل ونار قوية غتشعل جينا واحتجينا والوادي حنا فينا معكم الأستاذة رشيدة النية عضوة ديال المجلس الوطني ديال التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي سلم التاسع. اليوم حنايا متواجدين في هذه المحطة النضالية للتعبير احتجاجا على يعني على الوضعية اللي كتعرفها هذه الفئة هذه من رجال نساء التعليم اللي الملف ديالهم عرف واحد الحيف واحد الظلم مزدوج يعني عبر كل التسويات اللي دازوا منها الملفات ديال رجال نساء التعليم، سواء عبر المراسم يعني تسويات بعض الافواج اللي نفس الوضعية كانوا، وايضا على يعني على مستوى الانظمة الاساسية. علاش هاد الانظمه الاساسيه؟ لان غادي نجي في الفرع غادي نهضر عليها. اذا هاد الوقفه هادي كتجي في اطار يعني البرنامج الوطني اللي تصدر في البيان الاخر منه يومين في ديال الاضراب اليوم وغدا الاضراب، وايضا كاين برنامج يعني في اطار يعني على مستوى نزلنا على مستوى المحلي والجهوي، وهي الوقفات اليوميه لاساتذه ديال الزنزانه 10 بالتنسيق طبعا مع باقي التنسيقيات الاخرى، وهو الوقفات اليوميه ايضا مناشده لكل يعني القوى الحيه في هذه البلاد وعلى راسها النقابات اللي كتحمل المسؤوليه وكامل المسؤوليه على طاوله الحوار يعني لرفع هذا الحيف علينا كاساتذه ديال الزنزانه 10، وايضا لان كما كنلاحظوا على ان على مستوى الحوار يعني لا جديده على مستوى النتائج، وبالتالي لماذا هذا الصمت؟ فاحنا كنقولوا لهم لم يبقى لنا سوى النزول للشارع دفاعا عن حقنا. حنا جينا الرباط كنقولوا اننا ما مفكينش، اننا كنقولوها بصوت واضح وغنقولوها مرات عديده، وغنديروا اشكال تصعيديه اكثر تصعيدا في الزمان وفي المكان. كنطالبوا جينا باش كنطالبوا اننا ما نكونوش ضحايا جدد. الا كان النظام الاساسي ديال سنه 1985 خلف ضحايا الاف الضحايا، وإلا كان النظام الاساسي ديال 2003 كرس نفس الممارسه، فاننا لن نقبل اطلاقا كاساتذه ديال الزنزانه ديال الزنزانه 10 خريج السلم التاسع من 95 الى 2012 لن نقبل بالمطلق ان نكون ضحيه جدد للنظام الاساسي الجديد المتفاوض بشانه حاليا، والتي تتشدق وزارتنا بكونه سيكون نظاما اساسيا موحدا وموحدا ويراعي مبدا تكافؤ الفرص ويراعي مبدا الانصاف. كيف نتحدث عن الانصاف واساتذه بداو كنقول ما يقارب 3 عقود من الزمن ترقوا ترقيه واحده في المسار ديالهم، وزملائهم اللي هما التلاميذ ديالهم تيتواجدوا الان في السلم الحادي عشر. القويه غتشعل ونار المقصي غتشعل